السلام يا فندم. أحب أن أشكر على سيادتك. أنا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصة والمسؤول عن صرف الوجبات المقررة الوجبات الغذائية المقررة لهم. الوجبات ممكن أشوفها ولا؟ تمام يا فندم. ولا خلاص وزعتوها؟ لا يا فندم. تمام يا فندم. هنشوف الوجبات. إيه تاني؟ سيادتك والمباشرة أعمال النواضجية بفحص بلاغات المواطنين وتوزيعها بالعرض على السيد رئيس الاتحاد. بالك يا انا 25 سنه خدمه يا فندم. الامين ياسر النجم يا فندم قوه الاسم. انا عايز اسمع منك. فوق ال 25 سنه خدمه. اه بالعكس. خدمت 10 سنين في السويس يا فندم. خدمت 5 سنين في شمال سيناء. افضل خدمه فين يا ياسر؟ افضل خدمه يا فندم السويس يا فندم. مش في شمال سيناء. السويس يا فندم. ليه؟ ليه؟ خدمت في السويس، خدمت في شمال سيناء وانا كنت لسه شباب، لكن السويس يعني كنت كبرت شويه. ما كانش في مشكله يعني؟ مشكله؟ تمام يا فندم. ما كانش في شمال سيناء حاجه؟ لا ما كانش في حاجه يا فندم. طيب. ايوه. ايوه.